طيب هلا اسمح لي بسلسله اسئله لها علاقه باليوميات يلي ناطرتنا، عدا عن الموضوع الشامل والعنوان الكبير يلي تطرقت له من بدايه الحلقه لهلا. انا سالتك عن الحوار اللي دعا له الرئيس بري. طيب موقفك واضح، يعني ما في لزوم ان نفصل اكثر، بس اليوم بس خليني اقول لك شغله واحده. ما فيك انت تكون مدير حمله مرشح وتدعي لحوار وتعمل حوار بين العالم وانت عندك مصلحه مباشره بالموضوع. عم نمزح، هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، صرنا 8 اشهر عم نقول له اعمل جلسات متتاليه، كل مره بيخبرنا خبريه تيهرب من الموضوع. هلا لانه صار بيناسبه قرر، هو بيقرر انطلاقا من مصلحه، من اوبورتونيزم سياسي او مصلحه سياسيه معينه، انه يتبنى هيك الموضوع الجلسات المتتاليه. ليه هو بيقرر؟ هو بيقرر اذا المجلس النيابي بيصير فيه جلسات متتاليه او لا؟ كيف ها؟ فيك تشرح لي اياها؟ انه هو بالتوقيت اللي هو بيناسبه بيعمل. طب ما زال هيك، احشروا تنشوف هالجلسات المتتاليه شو رح ينتج عنها. يعني افترض انه، يعني عم نرسم سيناريوهات، افترض قبلتوا بالحوار، نزلوا على الحوار. لحظه خليني بس خلص سؤالي. نزلوا على الحوار، انا بالنسبه لي ما بقى في انتخابات رئاسيه، ما عم تفهم علي. انا بالنسبه لي ما بقى في انتخابات رئاسيه. اوف خيال لك شغله، ما راح يفتح نبيه بري المجلس الا لينتخب حليف حزب الله رئيس جمهوريه. ما راح يفتحه. انا اليوم بيجي بلتزم معه بعد كل اللي عملوه، بعد التعطيل 8 اشهر، وبعد ما خونوا العالم، وبعد ما رهبوا العالم، هن وقت يصير يناسبهم انه يعملوا جلسات متتاليه، بيجي انا هيك مثل الخروف على الذبح. طيب يعني هلا، يعني هلا شيخ سامي، شيخ سامي، نحن ما لنا خواريف بياخذوهم على الذبح. بس بهيدي المرحله برايك، فيما لو صار في جلسات متتاليه سيفوز سليمان فرنجيه؟ لانك قلت لي ما راح يفتح ابواب المجلس الا اذا ضمن مرشحهم، وهو عم بيقول لك تعالوا نتحاور ونرجع نعمل جلسات متتاليه. اذا هلا شو صرنا؟ فرص سليمان فرنجيه هي الاكبر؟ انا بالنسبه لي هذا الخطر موجود، عكس يمكن حلفائي بيعتبروا انه الخطر مش موجود. انا بعتبر الخطر موجود. انا بعتبر انه بحيلا لحظه ممكن انه يقدروا بصفقة معينة مثل ما صار بال 2016 يأمنوا له ال 65 نايب لسليمان فرنجية. من مين؟ من اللقاء الديمقراطي؟ من كتلة جبران باسيل؟ من لا، ما حضرتك. أنا بالنسبة لي حضرتك أنا بالنسبة خبير من خلال شغلك على الأرض، رح كون كثير واضح معك. أنا متخوف إنه يقدروا يأمنوا ال 65، وساعتها هن بيكونوا قرروا التوقيت يلي بيفتحوا فيه المجلس، لانه هذا الشيء بيكون بيناسبهم. انا بالنسبه لي الانقلاب حصل. ما بقى في انتخابات. ما رح يفتح المجلس نبيه بري الا لينتخب حليف حزب الله. طيب اذا فتح المجلس، اذا فتح المجلس وهو واثق انه رح ينتخب المرشح سامي، رح اعمل كل شيء. شو بتعمله؟ رح اعمل كل شيء تقنع المعارضه وزملاء النواب انه ما حدا يامن نصاب الجلسه. في اوضح من هيك؟ يعني عم تعمل انت نفس اللي عم يعملوه هن. ما هن عم بيطيروا النصاب. ابدا ما عم بعمل شيء. رح اقول لك ليه بدك تسمع. لا لحظه، لا بس حضرتك قلت، حضرتك قلت لو امنوا النصاب كنتوا اتخذتوا جهاد ازعور. بدك تسمعني. طب يعني معهم حق ما يامنوا النصاب مثل ما انت عم تعمل. اسمعني، نقطه كثير 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 مهمه. فرق كثير كبير بين تعطيل الانتخابات لفرض مرشحك وبين تعطيل الانتخابات لمنع انه ينفرض عليك مرشح. نحن ما عم نجي نقول بنفرض عليهم مرشح. نحن جينا قلنا بنفرض عليهم مرشح. نحن جينا قلنا لهم تعالوا حطوا اسماء توافقيه كرمال تنروح نصوت لها، ما هيك؟ نحن عم نفرض. شفتنا عم نفرض؟ وحتى رح روح ابعد من هيك،
لو التزموا بالمهلة الدستورية وعملوا الانتخابات بوقتها وفاز سليمان فرنجي كنا أدينا له التحية ب14 حزيران وحتى قبل من أول ما بلشت لحديث 14 حزيران ولكن بيعطلوا كل شيء وبيوقفوا الانتخابات وبيهددوا العالم وبيضلون لحديث ما يفرضوا عليهم يفرضوا عليك إرادتهم، هيدي ما هي انتخابات. رح أعطيك مثل